بمعنى انه يكون هناك مشاورات سياسية دورية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بمعنى ان يكون هناك طرح لأي فرص استثمارية او اقتصادية بين الدولتين على مدار العام، وليس يعني بشكل كل عام. هناك يعني مذاكرة التفاهم وضعت آلية للتشاور دورية بين السيد وزير الخارجية ونظرائه في مجلس التعاون الخليجي والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية ده لأول المصرية. مرة يحصل، دي أول مرة أول تحصل مرة الحقيقة، أول مرة في تاريخ تحصل، علاقات مصر ومجلس وده التعاون. بيعكس الحقيقة الترابط، مدى الترابط ما بين دول مجلس التعاون الخليجي، سواء ترابط سياسي أو استراتيجي أو أمني، وجمهورية مصر العربية. فهي مصلحة مشتركة بين الجهتين، لأن جميعنا نعلم أن هو الأمن القومي المصري امتداده في منطقة الخليج، والعكس صحيح. حضرتك بتتكلم على مصر دول الخليج، استفادة ده ايه انعكاسه علينا وانعكاسه على الأشقاء في دول الخليج بالكامل؟ هو إن بيعطي رسائل، نعم يعني هذا الآلية التي دشنت اليوم بتوقيع مذكرة التفاهم تعطي رسالة سواء إقليميا ودوليا أن المصلحة مشتركة، أن الـ يعني لو في أي تحرك النهاردة في أي قضية نتحرك إحنا والأشقاء مع بعض أو ننسق مع بعض في أي قضية إقليمية أو دولية؟ شوف، هو التحرك والتنسيق سواء قبل هذه آه الآلية قائم، قائم. وانا يعني ما اختص به هو المملكه العربيه السعوديه، فاستطيع ان اؤكد ان التنسيق على كافه المستويات في مختلف الملفات هو تنسيق حثيث مستمر على مدار العام، ليس له موعد محدد. هناك اليات عديده للتشاور السياسي، لا نتحرك الا بعد ان ننسق المواقف تجاه اي قضيه تهم المنطقه او تهم الدولتين في مقابل العالم الخارجي. هل بصراحة الشغل اللي بيتعمل في السعودية، أقصد تنمية ومشروعات كبيرة ونيوم والعلا وغيرها، أثرت على حجم الاستثمارات اللي كانت من المملكة في مصر، ولا الاستثمارات كما هي أو ربما زادت؟ لأنه البعض ذهب أنه اللي بيحصل في المملكة هيمنع رجال الأعمال أو المستثمرين السعوديين يتواجدوا في مصر بشكل أكبر كما كان. لا الحقيقة أنا هقول يعني أنا لا أتفق مع هذا الطرح، لأن هو الاستثمارات السعودية في مصر هي تأتي يمكن في المرتبة الثانية بعد الإمارات. بالضبط، نعم. وكانت يعني وزادت في السنتين التي تزيد فيها المشروعات العملاقة في المملكة السعودية، فهناك أيضا مشروعات عملاقة في جمهورية نعم. مصر العربية. نعم. وهذا لا يعني أن هناك أي نوع من التنافس بين الدولتين، هناك تكامل في هذه المشروعات إلى حد كبير. نعم. كان هناك اللجنة المصرية السعودية المشتركة عقدت آخر دورتها في القاهرة بين معالي وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي والسيدة نيلين جامع وزيرة التجارة، وكان لي الشرف أن أكون متواجد، فلمست مدى الإقبال من المستثمرين، كبار المستثمرين السعوديين في للاستثمار في مصر. هناك حجم استثمارات في مصر يبلغ إجمالا حوالي 30 مليار دولار سعودي. سعودي، وفي كافة المجالات، سواء مجالات بناء وتعمير، مشروعات سياحية، مشروعات طبية، تنمية بشكل عام. على الصعيد الآخر هناك أيضا استثمارات مصرية في المملكة نعم. تبلغ حوالي 5 مليار دولار، في ايه؟ في في نفس نفس الإطار، مشروعات تنموية، مشروعات دوائية، نعم. هناك استثمارات متنوعة. دعني أشير إلى أن الشركات المصرية التي صدر لها خلال العامين الماضيين تصريح بمزاولة التجارة والأعمال في المملكة نأتي في المرتبة الثانية بالنسبة للشركات حول العالم. نعم. إضافة إلى أنه خلال أيضا حضرتك أشرت إلى العامين الماضيين، صدر أمر ملكي بإنشاء بنكين وطنيين مصريين، هما بنك مصر والبنك الأهلي المصري،
لمزاولة لفتح فروع لهما في المملكة العربية ما كانش السعودية. ده قبل كده. ما كانش موجود الحقيقة، ده أول مرة هيفتح بنك مصر والبنك الأهلي المصري على نهاية هذا العام، وده يعني أمر جديد. ولك أن تتخيل مدى الإقبال السعودي والمصري، لأن الكثير من شرائح المجتمع ورجال الأعمال لهم حسابات في مصر، فده هيسهل قدر كبير جدا، والكل ينتظر هذه الخطوة اللي هتسهل أيضا تحويلات المصريين، وهيبقى فيه كأنه بنك مصري في المملكة وسعودي في مصر.